ذكرياتي في الوجهة السابقة يعني عيشة بسيطة ولكن كانت جميلة، عيشة مليئة بالمرح. أحن وأتذكر العيشة اللي عشناها في البيوت البسيطة هذه. أرجع لتاريخ عظيم عظيم جدا. أنا تولدت في بيت هنا، البيت هذا كان يعني فيه حتى رسومات، عادة هذه الرسومات أثناء مسافر يروح الحج أو شيء يرسم الرسومات هذه كاملة ويكتبوا حجا مبرورا سعيا مشكورا. الوجه لها تاريخ قديم. وجه ووادي الوجه ذكر من قديم ومر عليها الحجاج كثر. الحجاج كان يجوا من ليبيا، من مصر، من الشمال، سوريا، تركيا، الأردن. الهدف من بنائها يا أبو نواف هو تأمين الحاج بالمياه والغذاء. والله المنطقة هذه مهمة، كان سابقاً فيها ميناء وفيها تجارة منتعشة. والله أي قادم للوجه هنا ينزل إلى البحر، عندك شعوب مرجانية فريدة من نوعها، وعندك الغوص هنا في الوجه، وفي مناطق برضو ساحلية، أماكن جميلة جداً. بالنسبة لعاداتنا يجب نورثها إلى الأجيال القادمة، يشوفوا إيش اللي كان في السابق. الوجه يعني تعني لي الكثير، أمنيتي إن شاء الله أنها تتقدم إلى الأحسن والأمام.